معايا دلوقتي على الهاتف دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني إحنا دايما بنحب نتواصل مع حضرتك عشان نطمن على الوضع هنا في مصر، خصوصا أنك حضرتك دايما يعني بتنقل لنا الصورة بشكلها الحقيقي والوضع في مصر فيما يتعلق طبعا بفيروس كورونا، حالات الوفيات، التعافي والإصابات. أنا بصبح لحضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبشكر حضرتك على المقدمة اللي قلتيها، وطبعا هي دي كان اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى متولي، وكان اجتماع مهم جدا لأنه بيدرس الاحتياطي الاستراتيجي من المستلزمات والأجهزة الطبية، بيدرس كيفية تفعيل ومتابعة الحالات والمرضى ومواقع العلاج والعزل يعني في كل أنحاء الجمهورية، وايضا يعني الارقام اللي كان في هذا اليوم كم رقم زي ما حضرتك قلت. فده اجتماع مهم جدا بيعقد دوريا، هدفه في كل الاحوال هو يعني ضمان توفير الرعايه لكل المرضى، ضمان اكتشاف الحالات، وايضا توصيه الساده المواطنين الشعب المصري العظيم بانه يتبع التعليمات والاحترازيه اللي بتناشد بها الحكومة والجهات الصحية، وفي الهدف الآخر هو ضمان صحته. فحضرتك هذه هي النقاط المهمة جدا. النقطة الثانية، شوفي حضرتك احنا أيضا بننظر مستقبلا الفترة اللي جاية، الشتاء الجاي إن شاء الله يعني ابتداء من شهر أكتوبر هيبدأ موسم الشتاء، وفي هذا الموسم في فئات معينة زي ما قلنا قبل كده كذا مرة بتبقى أكثر عرضة للانفلونزا الموسميه، انا ما بتكلمش على الكورونا دلوقتي، الانفلونزا الموسميه. ايوه. اللي ممكن تبقى موجوده مع الكورونا. تمام. يعني ففي هذه الحاله هذه الفئات بنديها تطعيم او نوصي بتطعيمها ضد تطعيم الانفلونزا الموسميه. وعلى فكره تطعيم الانفلونزا الموسميه بيتغير كل سنه. يعني كل سنه بيبقى فيه تطعيم في انواع معينه من الفيروسات او يعني هو صحيح هي انفلونزا الف في منها نوعين H1N1 وH3N2 انفلونزا B، لكن كل سنه بيدرس عالميا ما هي اكثر انواع الانواع او اكثر الانواع الصغيره من هذا النوع الاكثر انتشارا في العالم، وبيتعمل منها تطعيم عشان تديل للفئات اللي هي اكثر عرضه للاصابه بالانفلونزا من ناحيه، واكثر عرضه لمضاعفات هذه الانفلونزا من ناحيه اخرى. فحضرتك احنا بنجيبه، والفئات اللي هي اكثر عرضه بنوصيها باستخدام هذا التطعيم، لانه اولا نمره واحد قد يمنع حدوث هذه الانفلونزا في بعض الفئات، قد يقلل من حده هذه الانفلونزا في فئات اخرى، والحاجه الثالثه ودي مهمه جدا انه بيقلل بدون شك مضاعفات هذا المرض عند هذه الفئات العرضة للإنفلونزا من ناحية، والأهم من كده عرضة أكثر لمضاعفات هذا المرض اللي قد تكون شديدة في بعض الأحيان. تمام. ويعني ممكن كمان يعني نتمنى أن يكون تم اكتشاف مصل أو عقار حتى الفترة اللي جاية لفيروس كورونا، يعني مع طبعا التعاقد على أمصال للإنفلونزا ممكن يكون ساعتها في مصل برضو لكورونا. احنا بنتابع بدقة شديدة جدا، يعني الآلة العلمية المصرية أو الطبية كلنا بنتابع على مدار الساعة ليل ونهار أي جديد في مجال وجود تطعيم جديد ضد كورونا فيروس، وأيضا أي أدوية جديدة، ولما بنسمع على أي دواء جديد بنتابع علميا ونشوف الأبحاث الطبية ونتائجها، وإذا كان هذا الدواء مبشر أو قد يضمن بعض التحسن في الحالات أو يضيف شيء إلى النظام العلاجي اللي موجود، في هذه الحالة إحنا على طول بنسعى وراء هذا الدواء، إما نجيبه أو نصنعه في مصر أو نعمل عليه تجارب كلينيكية سريرية عشان نوفر للمريض المصري كل ما هو متاح عالميا
من أدوية أو عقاقير، أو زي ما حضرتك قلتي في المستقبل لو وجود تطعيم ضد هذا المرض. طيب ماذا بشأن بلازما المتعافين حتى الآن؟ هل أثبتت التجارب فعالية هذه التجربة؟ ويمكن حضرتك كمان متابع الموضوع ده بشكل كبير. متابع بدقة زي ما قلت لحضرتك، لأن احنا بنتابع كل شيء علمي جديد. حضرتك لما المريض بيصاب بأي مرض بيتكون أجسام مناعية تقاوم هذا المرض، وهي دي اللي بتساهم في تعافيه من هذا المرض وشفائه، وتبقى موجودة لفترة طويلة في البلازما. البلازما اللي هي أحد مشتقات الدم. الدم فيه البلازما اللي هو السائل، وفي كرات الدم الحمراء، والسائل ده فيه كرات دم تانية وفي أجسام مناعية وحاجات تانية. ففي بعض البلاد، والحقيقة بدأت التجربة دي في الصين، خدوا البلازما أو كمية من البلازما بتاع بعض المتعافين، اللي هم طبعا البلازما دي لازم يتكشف عليها ونطمئن عليها طبيا ونتأكد ما فيهاش أي أمراض أخرى أو أي مشاكل أخرى ممكن تصيب المريض. أيوه. وبعدين بنتأكد إن فيها أجسام مضادة ضد هذا الفيروس اللي هو الكورونا فيروس، وفي الحالة دي بتساهم في تقليل المشاكل أو اختصار مدة العلاج بالنسبة للمريض المصاب. يعني بلازما من واحد شوفي فيها أجسام مضادة تقاوم المرض وتعطى لمريض حالته شديدة أو حرجة. طبعا احنا بدأنا فعلا، مصر بدأت هذا، انما حضرتك النتائج النهائية بتبان بعد فترة لما تشوفي النتائج وتحلليها احصائيا وتقدري تنشري انا اديت كم عيان البلازما من المتعافين وحصل تحسن قد ايه، وايه الفرق بينهم وبين المرضى اللي ما خدوش هذه البلازما. وفي هذه الحالة ان شاء الله هيعلن النتائج النهائية، لكن هي فعلا وتستخدم الآن في الحالات الحادة والشديدة نتيجة لمضاعفات مرض الكورونا. يمكن احنا خلاص الفترة اللي جاية علينا ان احنا نتعايش مع كورونا الفترة الجاية، ودايما بنقول احنا هو زي اي فيروس جه قبل كده. انا بس عايز اقول كلمة تعايش دي، كمان عايز اقول لحضرتك حاجة تانية، ان كان نشر رسالة على احد وسائل التواصل الاجتماعي عن لساني، وانا ما قلتش هذه الرساله لان انا دايما بقول حقائق علميه ثابته، وبقول دايما بطمن الشعب المصري، ودايما كلنا واثقين من الشعب المصري العظيم سوف يساهم ويساعد ويستجيب لكل الطلبات عشان نعدي هذه الازمه سويا ان شاء الله. ايه الرساله يا فندم؟ حضرتك النقطه بتاعت حضرتك قلت ان كان في رساله خاطئه تم تنقلها من على لسان حضرتك، كانت ايه الرساله دي بس عشان نوضحها للناس؟ دي مدسوسه يا فندم. ايوه ايه بقى كانت ايه؟ رساله بتتكلم على انا يعني بقول الشعب المصري ما استجابش للكلام ده والكلام ده كله، وبتخوف الناس، وانتوا اصل المرض هينتشر ويعمل لكم مشاكل كبيره والكلام ده كله. طبعا مش انا اللي قايلها خالص، لان انا اصلا هذه الوسيله من وسائل الاتصال الاجتماعي انا مش ما ليش صفحه عليها وما تكلمش عليها. يعني رساله خفاشيه، عارفه ما خففيش حضرتك، واتحطت على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه ليس مني دي ولا من الشائعات يعني اللي احنا على طول بنواجهها يا فندم. يعني انا بتكلم مع حضرتك ومع القنوات المحترمه وبنقول الحقائق كامله. يعني ستك بتسالي اسئله في منتهى الدقه، منتهى الحساسيه، منتهى العلم. فحضرتك احنا بنوصل للناس الرساله. اخر سؤال لحضرتك مهم جدا، نتعايش مع هذا، لان بعد شويه الفيروسات دي بتبقى موجوده في الحياه. هي اصلا موجوده. يعني اللي عايز اقول لحضرتك ان فيروس الكورونا ده من ايام ما كنا طلبه في كليه الطب معروف انه احد الفيروسات الذي يسبب التهابات او مشاكل الجهاز التنفسي. انما الفكره كلها ان كل شويه حتى انفلونزا، فيروس الانفلونزا العاديه بيطلع ما يسمى سترين او سلاله جديده بتتحور. الفيروس هو الفيروس هو زي انفلونزا الف، هي لكن بيطلع منها انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور. المسميات دي مسلمات مضافه لانها يعني جت منين في هذه الفتره. فالانفلونزا الكورونا دي موجوده كفيروس وعملت قبل كده مشاكل صحيه في 2003 و2014، انما هذا السلاله سلالة جديدة وعشان كده شرسة، وعشان كده مفيش مقاومة ليها، فمفيش أجسام مضادة ليها، فبتيجي بصورة حادة وشديدة. بعد شوية هتضعف
وتبقى سلالة تاريخية قد تجيب حالات لكن نبقى عارفين انها موجودة، وفي حالها دي زي ما سيادتك قلتي قد يطلع دواء ليها وقد يكون في تطعيم جديد ليها. انما في الفترة اللي احنا فيها دي حضرتك يا استاذة ما زال في نشاط لهذا الفيروس، فزي ما حضرتك قلت في الاول نستجيب كلنا الاحتياطات والتباعد الاجتماعي زي ما طلع من لجنة رئاسة معالي وزير رئيس الوزراء، نلبس الماسك، مفيش تجمعات، بقدر المستطاع بنغسل ايدينا، محدش يعطس في وش حد، في تباعد زي ما حضرتك قلتي، كل ده يدينا وقايه في هذه المرحله من هذه المراحل اللي لسه ما زال الفيروس نشط فيها. اخيرا دكتور محمد، لو ليك نصيحه برضو اخيره للمواطنين حضرتك حابب توجهها، وكمان نطمنهم كمان في نفس الوقت في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، ايه الجديد اللي احنا وصلنا له؟ اتفضلي يا فندم. الموضوع ده احنا يعني وصلنا فيه لحد فين، واحنا كمان يعني رافعين شعار ايد بتنتج وايد بتحارب الفيروس، فلازم عاده الانتاج تستمر، وفي نفس الوقت الاجراءات الوقائيه علينا ان احنا نلتزم بيها. بالظبط يا فندم، احنا في مرحله في فيروس عدو لينا كلنا، فيروس شرس صحيح في يمكن 85% من الحالات اعراضه بسيطه جدا وقد لا يؤدي لاي مشاكل، ويمكن الواحد يجي له ما يحسش بيه، لكن احنا مشكلتنا في نسبه من اهلنا ممكن يحصل لهم مضاعفات ومشاكل صحيه. فالمطلوب مننا كلنا تليق بايد واحده في ان احنا نقاوم هذا الفيروس حمايه لنا، حمايه للشخص نفسه، حمايه لاصدقائه قرايبه احبابه، حمايه لاسرته، حمايه لوالديه، ان احنا ننفذ التعليمات الوقائيه، لان هو مشكله الفيروس ده انه بينتقل من واحد عنده الفيروس لناس ما عندهمش. وثبت الفتره اللي فاتت والاحصائيات الطبيه والابحاث المعلنه واحنا تابعنا برضو ان الواحد اللي عنده ممكن يعدي ثلاثه. وحضرتك قلت كمان حاجه مهمه جدا، قلت ان تقريبا 80% من هذه الحالات ممكن ما يبانش عليها اصلا اعراض الفيروس، بنتكلم عن المواطن الصامت. بالظبط يا فندم، فممكن يبقى ما عندوش اعراض ويعدي الناس. عشان كده الاستجابه لكل التعليمات الطبيه والوقائيه مهمه جدا، لان انا النهارده لما واحد بيعدي ثلاثه والثلاثه يعدوا تسعه والتسعه يعدوا تضربي حضرتك بقى في ثلاثه 27، هي دي اللي بتزود عدد الحالات. كل ما احتطنا، كل ما واحد ما تعداش او ما عداش، كل واحد ما عمل وكان نفسه والأهله، كل ما احنا ضمننا ان الاعداد تقل ونوصل لمرحله ان شاء الله باذن الله يا رب نخلص من هذا الفيروس. ربنا يكتب لينا يا رب الوقايه من كل شر. انا بشكر حضرتك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه، شكرا ليك يا فندم.